السابق للنادي الاهلي. سيادة اللواء برحب بيك، واكيد مباراه مهمه ومباراه قويه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وانت دايما بتبقى موجود وبتأزر الفريق في المباريات الصعبه. طبعا طبعا بمسي على المشاهدين وعلى جماهير النادي الاهلي، وطبعا انا بطمنهم ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز النهارده باذن الله. المباراه صعبه وسهله في نفس الوقت. صعبة لأن احنا لازم نكسب ولازم نسجل جون واثنين وتلاتة عشان نأمن المباراة، والسهولة بتاعتها في ايدينا احنا، في ايدين اللعيبة بتاعتنا وفي ايدين الفرقة بتاعتنا، لأنها مش معتمدة على نتيجة حد آخر، فريق آخر. الكرة عندنا وفي ملعبنا، وإن شاء الله لعبتنا عمرها ما خذلتنا، وهنكسب النهاردة بإذن الله وهنتأهل للنهائي، وهنلعب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله ببرج العرب. شايف في المباراه ازاي؟ توقعاتك ليها ايه؟ ايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي النهارده في ظل كمان تواجد عدد كبير من جمهور النادي الاهلي؟ طبعا الجمهور مهم جدا، وهو دوت اللعيب، انا بعتبره اللعيب رقم واحد اللي هو في فريق النادي الاهلي. مطلوب من لعيبتنا الهدوء وعدم التسرع والتركيز في اللمسه الاخيره في تسجيل الاهداف، لان النهارده ما احناش عندنا الرفاهيه ان احنا نضيع اهداف زي ما كنا بنضيع في المباريات السابقه. لازم النهارده نسجل من نص الفرصه اللي هتتيح لينا، لاننا المفروض ان احنا نسجل النهارده اكتر من هدف عشان نامن المباراه. النتيجه انا متوقع 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. ده كان لقائنا مع اللواء محمود علام المدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي. بشكل عام اجواء تفاؤليه هنا في مقر اقامه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه. ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يفوز ويتاهل للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا.